أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن قراءة القرآن بلغة مترجمة؟ لا، نص القرآن لا يمكن أن يترجم أبدا، لأنه معجز في لفظه، فلا يمكن أن تأتي بكلام مثل كلام الله جل وعلا من اللغات الأخرى، إنما يترجم التفسير المعنى. ولذلك يقولون ترجمت معاني القرآن الكريم، ولا يقولون ترجمت القرآن. القرآن لا يمكن يترجم لأنه معجز، ولا يمكن أن يعثر على لفظ يقارب أو يقابل كلام الله سبحانه وتعالى من جميع اللغات. نعم.